بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى باحثين عن رسالة من الله. إذا كان الإنسان يوم القيامة بيتمنى إن حد يشفع له ويقف جنبه، فمش هتلاقي أحسن من القرآن بعد النبي طبعا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن ربنا في القرآن قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وأذن للقرآن بالشفاعة وقبول شفاعة القرآن. وسيدنا النبي قال كده، بيتكلم عن علاقة القرآن بأهله يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع، يعني مقبول شفاعته، وماحل مصدق، ماحل يعني مجادل ومدافع، مصدق يعني ربنا سبحانه وتعالى هيصدقه، وماحل مصدق يعني تقبل جدال القرآن ودفاعه عنك ربنا يقبله، وماحل مصدق من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النيران. وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ما تخليش أوامر ربنا اللي في القرآن ورسائل الله اللي في القرآن ورا ظهرك، ما ترميهاش ورا ظهرك، خليها قدامك، دور عليها لأنها نازلة لمصلحتك. ربنا عز وجل لا يستفيد من نصائحه في القرآن وآياته في القرآن ورسائله في القرآن. وده الهدف الأكبر من رسالة من الله، أن تتجدد العلاقة مع القرآن كل يوم، ونفهم ربنا أراد مننا إيه في هذه الدنيا حتى نحيا بالقرآن على مراد ربنا سبحانه وتعالى. كم من المشاكل في جوانب الحياة كلها بتتحل لو فهم الإنسان نصيحة ربنا تعمل إيه هنا، وكل ده موجود في القرآن في جميع الجوانب. وأنا بحضر البرنامج أدركت يعني إيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النهاردة رسالة ربنا سبحانه وتعالى لمرض خطير هو عند العلماء من الكبائر. إذا كانت علاقة العبد بالله قائمة على التوحيد، وتهدم علاقة العبد بربنا سبحانه وتعالى إن لم يكن موحد، اللي مش معترف بوحدانية ربنا سبحانه وتعالى مهما عمل من أعمال صالحة سيؤجر عليها في الدنيا. لكن ربك في القرآن بيقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اللي مش معترف بوجود ربنا أو بيقول في آلهة كتير بتحكم هذا الكون. وكما أن العلاقة مع الله مبنية على التوحيد، فالعلاقة مع الخلق تهدم أمام الكذب، لأن العلاقة مع الخلق مبنية على الصدق. الإنسان علاقته بالخلق مبنية على الثقة، والكذب بيهدم الثقة. وإنت ممكن جوازات تبوظ، علاقات مع الأصدقاء، شغل ما بين المدير واللي بيشتغل معاه، مفيش علاقة قائمة على الكذب إلا وبتبقى هشة ومع أول تحدي بتنهار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، أنا ما شفت صفة زي صفة الكذب اتكلم عليها القرآن بالتفصيل، وبيتكلم نفسية الكذاب وبيفكر في إيه وعواقبه يوم القيامة وينقذ نفسه إزاي من الكذب. كل ده في رسالة ربنا النهاردة إلى الكاذب. وما أجمل خواتيم سورة التوبة اللي في أواخر صفحاتها، وسورة التوبة بتتكلم عن صفات المنافقين، حتى العلماء يسموها الفاضحة. في خواتيم سورة التوبة في أواخر الصفحات ربنا يقول بعد حكايات قصص المنافقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكأن ربنا بيقول ابعدوا عن الصفة التي اشتهر بها أهل النفاق. فرسالة النهاردة إلى الكاذب: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. رسالة ربنا سبحانه وتعالى إلى الكاذب في القرآن كانت واضحة جدا، وفيها تحليل نفسي وكلام على العواقب، رسالة كاملة شاملة في القرآن.
أول رسالة ربنا سبحانه وتعالى وجهها وأول معنى ربنا وجهه للكاذب إن ربنا شرح للكاذب هو بيكذب لي، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا حطوا إيدكم على المرض عشان لما تمسكوا المشكلة تبدأوا تعالجوا صح. ولأن الكذب من أكبر الكبائر عند العلماء وهو مفسد للعلاقات وهادم للتاريخ ولسمعة الإنسان، القرآن اتكلم عليه كتير قوي. وأول دافع من دوافع الكذب اللي ربنا ذكره في القرآن في رسالته إلى الكاذب هو الكذب بحثا على الأرزاق، إن الإنسان يبحث عن منافع وأرزاق معينة بالكذب، ودي حالة من خفوت التوكل. التوكل بيضعف فبيتصور الإنسان إنه يقدر يحصل على ما في يد الله من منافع بطريقة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. والرزق ده أي حاجة، يعني سمعة الإنسان دي رزق، الفلوس رزق، كل شيء الإنسان يرى إنه زيادة ليه اسمه رزق. وأول شيء ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليه في منافع بيدور عليها الإنسان بالكذب إن الإنسان يتقال عليه بيفهم في الدين. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الفتي في الدين، عشان الإنسان لما بيتكلم في الدين في معلومات خاطئة يظن الناس إنها صحيحة بيبدأ يبقى عنده سلطة روحانية والناس بتنظر له باحترام، ده بتفهم في الدين، دلنا على طريق ربنا. فربنا نهى أن ينتحل الإنسان صفة العالم ويفتي بالحلال والحرام. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن واحد، شوف الدين فيه كذا مستوى من المعلومات، في معلومات فطرية، فطرة يا جماعة، السرقة حرام، الفواحش حرام، الصدق جميل، الاجتهاد ربنا أمر بيه، الكلام اللي في الفطرة كلنا نتكلم فيه، لكن حلال وحرام وفقه وواقع لا يدركه إلا العلماء. ولأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن في ناس هتيجي في كل عصر تنتحل صفة العلماء وتقول للناس حرام وحلال بدون علم وبدون وعي وبدون فقه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، في كل جيل يجي ناس عدول يعني ثقات، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. يبعدوا عنه كلام الناس اللي بتفتي وهي مش متخصصة في كل علم مش بس في الدين، وينفوا عنه كمان تأويل الناس الجاهلين المرددين اللي بياخدوا النصوص ويحطوها بطريقة منفرة فتفيد في الآخر تفريق المجتمع وليس التجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأول نوع من أنواع الكذب اللي ربنا ذكره في القرآن الكذب بحثا عن المنافع، وأول منفعة إن يتقال عليها بفهم في الدين. مش بس كده، بحثا عن المنافع إن الإنسان ينسب لنفسه حاجة هو ما عملهاش. الشخص اللي بيسرق الشغل من زمايله اللي عملوا المجهود وينسبه لنفسه، العريس اللي بيخش البيت ويكذب في دخله ومرتبه ووظيفته عشان يتقبل ويبقى أول حاجة عملها معاهم إنه كسب احترامهم بالكذب. كان زمان المنافقين يروحوا لسيدنا رسول الله ويقولوا: لسيدنا محمد مش هينفع نطلع معاك نحارب دفاعا عن المدينة، عندنا ظروف أمراض ومشاكل. فكان سيدنا النبي الرحيم كان ياخد بالعلانية ويكل السرائر إلى الله، خلاص ربنا يسامحكم يغفر لكم وربنا مطلع عليكم، وينزل رسالة من الله تتكلم على النوع ده من الكذب بحثا عن المنظر بالكذب وبحثا عن شكرانية الناس بالكذب. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، كانوا يخرجوا من عند النبي وكأنهم بيضحكوا، عرفنا نقول له كلام صدقنا فيخرجوا فرحانين. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. من ضمن العذاب اللي بيواجهه الإنسان المنتحل اللي بيكذب عشان يكسب الاحترام أو يحقق أرزاق أو منافع، إنه ممكن تيجي له مرحلة ويتفضح ويبقى عمل مجهود في حاجة وغيره زي ما هو سرق مجهود الناس يسرقها، ويقعد هو بحسرته يدوق من اللي عمله قبل كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعت رسالة واضحة جدا إلى الكاذب ألا تكذب بحثا عن المنافع اللي هي أصلا أرزاق في يد الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم
ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النوع الثاني أو الدافع الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في رسالته إلى الكاذب هو الشخص اللي بيكذب دفعا للمسؤولية والضرر. وهذا النوع ربنا سبحانه وتعالى حكى عنه أنه صفة من صفات المنافقين. سنة 9 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي خرج في غزوة صعبة جدا ربنا سماها ساعة العسرة، غزوة تبوك. طالع وهو 30,000 مقاتل ضد الرومان اللي جايين يغزوا المدينة 400,000 مقاتل. فالمنافقين بطبيعتهم مش بيحبوا النبي ومش بينصروا هذا الدين، فكان كل واحد فيهم يجي يتعذر بعذر لسيدنا محمد كذب. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم طيب خلاص ربنا يسامحكم ربنا يغفر ليكم، وكان يأخذ بالظاهر ويكل السرائر إلى الله. فينزل القرآن يقول للمؤمنين الطريقة دي مش طريقة المؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، الكذب عشان النبي ما يعاتبهمش. قال تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. شوف ربنا سبحانه وتعالى وتحليل النفسية، لو كانت سفرية فيها مصلحة قريبة وفيها تجارة وفيها ربح كانوا مشوا معاك، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، بيكذبوا والله يعلم إنهم لكاذبون. عشان كده الإنسان لما بيكذب دفعا للضرر فيها نوع من الاتكال على النفس. فاكر لما سيدنا رسول الله قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما تخلينيش أعتمد على نفسي. اللي بيكذب دفعا للضرر معتمد على نفسه ومفيش هنا احتياج لربنا، أنا هنجي نفسي بنفسي حتى لو بحاجة تغضب ربنا عليا بس أنا هتصرف. عشان كده هذا النوع من الكذب ربنا قال للمؤمنين في رسالته ده مش من صفات المؤمنين، المؤمن بيتكل على الله أنه ينجيه النافع الضار سبحانه وتعالى. وفي حاجة جميلة جدا في الوضوح، يعني أنت لو ما سلمتش شغلك وتأخرت تقول لمديرك الشغل كان كتير أو أنا ما نظمتش وقتي كويس. لو أنت تأخرت على ميعاد وقلت معلش أنا نزلت متأخر أو ما قدرتش الزحمة كويس ممكن الموقف ده يبقى فيه عواقب تدفع ثمنها، بس أنت بتكبر. يعني ممكن مديرك يقول لك كلمتين مش كويسين بس من جواه أنت بقيت مصدر ثقته، أنت كبرت في عينيه، فالموقف ممكن يكون سلبي لكن أنت نفسك أنت وعلاقتك باللي قدامك بقيت كبير في العينين، وده أهم من موقف في تاريخك مع الناس. الشيء الثالث أو الدافع الثالث اللي ربنا ذكره في رسالته إلى الكاذب كذب اسمه كذب البهتان، الإيذاء. لما شخص يبقى بيكذب بنية أنه يؤذي اللي قدامه اللي افترى اسمه بهتان في الشريعة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر النوعية دي من الكذب اللي هي عشان أؤذي اللي قدامي فأشر شخصيتين في القرآن الشيطان وفرعون. وقت ما الشيطان حب يطلع سيدنا آدم من الجنة قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. بس ده بيكذب في النصيحة، ده صعب قوي، بينصح بالكذب يعني عشان يؤذي. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف والله ما بكذب عليكم ده عشان مصلحتكم. فكرني الآية دي في رسالة ربنا سبحانه وتعالى بصاحبنا، اتنين أصحاب، واحد عايز يعمل مشروع وعايز حد معاه فلوس، فلقى واحد من اصحابنا شقى عمره وهو راجع من بره محوشه فقال له تعالى شاركني. فصاحبنا ساله سؤال قال له هو الشغل ده
في مخاطرة برأس المال؟ يعني لو اديتك ال 100 ألف جنيه دي وحصل إن الشغل ما مشيش، رأس المال موجود؟ قال له طبعًا مش هيتأثر. قال له طب اتفضل، مضمونة إن شاء الله ما دام ما فيش مخاطرة برأس المال. ودخل في الشغلانة وهو بيكذب وعارف إن في مخاطرة برأس المال، وباظت الشغلانة وخسر رأس المال. ربنا عوض على صاحبنا. لكن صاحبنا الكذاب ده اللي كذب في إن هو ما قالش الحق وأذى عشان مصلحته، خسر أرجل بني آدم عرفناه بسبب الموضوع ده. ودي كانت أزمة كبيرة قوي، وسر الأزمة إنه ما كانش صادق وكان بيدور على مصلحته حتى لو كان في إيذاء. الكذب للإيذاء والبهتان ده فعل شيطاني. وعملوا فرعون مع سيدنا موسى، وقت ما سيدنا موسى كان بيتكلم مع فرعون وفرعون ما عرفش يرد عليه، فسيدنا موسى قال له طب أنا هجيب لك دليل إن أنا نبي مؤيد من ربنا. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. بدأ فرعون يشوه صورة سيدنا موسى عشان يلم الناس عليه. قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ كأن ربنا بيعلمنا إن في ناس مننا ممكن يسخن حبايبه وأصحابه والعيلة على حد بالكذب عشان يبقوا في ظهره عليه، فيبقى هو مستضعف. ده اسمه بهتان وكذب، ولما بتحصل في الشغل ضد موظف بتبقى قاسية جدا في الأرزاق. هذا النوع من الكذب اللي فيه إيذاء فرعوني شيطاني. المؤمنين بيتجنبوا النوع ده من الأذية بالكذب حتى لا يبعثوا يوم القيامة قريبين من الاسمين اللي يخوفوا دول، فرعون والشيطان. لم تجد امرأة العزيز إلا الكذب وإلقاء التهم زورا وبهتانا على سيدنا يوسف علشان تنجي نفسها من الفضيحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي اللي غلقت الأبواب وهي اللي أغرت سيدنا يوسف ثم دفعها عشان يفر بدينه وجسده، كشأن الصالحين اللي بيفروا من أي شيء يغضب مولاهم وبالذات لو كان من الكبائر. فلما شافت جوزها لما سيدنا يوسف فتح الباب فرارا بدينه، إذا بها تتقي الملامة والفضيحة بالكذب والبهتان. وسبحان الله، يشاء ربنا سبحانه وتعالى إن أحد المقربين يبقى معدي من جنب هذه الغرفة وربنا يخلق في عقله فكرة، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لو القميص مقطوع من قدام يبقى بيهجم عليها وهي بتدافع عن نفسها، هي صادقة. ولو مقطوع من ورا يبقى بيفر منها وهي اللي بتشده، تبقى كاذبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. جوزها قال لها ده كيد منك، إن كيدكن عظيم. ربنا سبحانه وتعالى كتب النجاة لسيدنا يوسف. وكأن الكذاب بيبقى ناسي إن هو بيكذب، ممكن يبقى ساذج جدا وفي دلائل كتيرة كتيرة يراها من حوله إن هو كاذب حتى ولو لم يخبروه. وشاء ربنا سبحانه وتعالى إن فضيحة امرأة العزيز لا تقتصر على غرفتها، إنما تنتشر في أرجاء القصر ثم تنتشر في أرجاء القصور الأرستقراطية للأقارب والأصحاب. ويصبح قصة امرأة العزيز مع الخادم عندها زي اللبانة اللي بيلكها النساء في مجالسهم، فيحصل موقف في منتهى الفجر من هذه المرأة إنها تجيب سيدنا يوسف قدامهم وتقول لهم فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ويصدق قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور. هذا الشعور المنفر اللي موجود جوه كل قلب واحد فينا من فعل امرأة العزيز هو الشعور اللي ربنا أراد إنه يتزرع في قلوبنا من الكذب، أن ينفر الإنسان حتى ولو في ظاهر الأمر ممكن الكذب ينجيه من مشهد عتاب، لكن الكذب مفضوح وملوش رجلين ولو بعد حين. فيلجأ الإنسان للصدق ويصدق قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو في ظاهر الأمر الصدق ممكن يكون ليه ثمن، لكن صدق النبي لما قال الصدق نجاة. رسالة من الله.
رسالة من الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وفي رسالة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن للكاذب، لأن ربنا حنين، تكلم ربنا إن الشخص الكاذب ده بيدفع تمن غالي قوي. ولما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن على تمن أي خطيئة، ده كلام الإله الحنان المنان. لأن لما ربنا في قرآنه الكريم يحذر من شيء ممكن يحصل في مستقبلك أو يحصل يوم القيامة، فمن دلوقتي في قرآنه الكريم بيحذر منه، ده من باب ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالتحذير ده بينزل على قلب الموحدين بردا وسلاما، تحذير المحب. وما أجمل القرآن لما يحذر وتفهمها أنها تحذير المحب. حاجتين بيحصلوا للشخص اللي بيكذب: رقم واحد الفضيحة في الدنيا والآخرة إن لم يعود إلى الله. رقم اتنين أنه بيعيش في الوهم في الدنيا وفي الآخرة. الفضيحة، بصوا يا جماعة، إذا كانت العلاقات مبنية على الثقة فالكذب بيدمر الثقة. وكم من إنسان كان سمعته كبيرة وعنده برستيج واحترام، أب ولا مدير ولا صاحب عمر، سقط كل تاريخه أمام كذبة ورا كذبة، والناس بدأت تاخد باله أنه هو بيكذب، وكل ما يكذب كأنه كده إيه منور كده 10 لمبات، تطفي لمبة تطفي لمبة، فصار مظلما بسبب الكذب. والفضيحة دي بتخلي الإنسان يصغر في عيون الناس بسبب أنه هو ما عندوش شجاعة الصدق، ويبدأ الناس يحصل لهم حالة من النفور حتى من غير ما يقولوا له، يحصل بعد عنه كده. وده لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. الله عارف الكذب اللي مالي الصدور الذي لا يعرفه الخلق ويعرفه الخالق، فربنا يمحو هذا الباطل ويحق الحق ولو بعد حين. وشوف أنت كم خطوبة اتفسخت بسبب كذب البنت أو كذب الولد، وانا قدام عينيا كم موظف كان ليه مستقبل جميل اترفد بسبب ضرب التقارير والكذب على المدير وتحسين الصورة على حساب مجهود الآخرين، فتبدأ الشركة ما تثقش. فانت النهاردة حققت، بكرة حققت، بعده يترفد قدام الناس وتبقى السيرة على كل لسان بسبب تراكم الكذب. الفضيحة مش بس كده، الإشكالية مش في فضيحة الدنيا فقط، الإشكالية كمان في فضيحة الآخرة. طبعا كل ده لمن لم يتب. اللي بيتوب ربنا بيبدل سيئاته حسنات، وربنا بيجمل صورته في عيون الناس. تجميل الصورة ده رزق الله قادر عليه. ففضيحة يوم القيامة هي اللي أصعب. الإنسان اللي ممكن يكون كذب كتير على الناس ونصب عليهم وخد منهم منافع وعاشوا وماتوا وهو عاش ومات وهم ما يعرفوش إن اتنصب عليهم، ربنا بيقول في القرآن: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. عارف يعني حصر؟ حصل يعني اتجمع واتفرز، النصبات هنا والكذبات هنا، ويجي يوم القيامة. يعني مثلا لو أنا بعت لك عربية هي ب100,000 جنيه، بعتها لك أنا ب120,000 جنيه، ليه؟ أصلا لعبت في العداد ونزلته من 80,000 ل20,000، فكسبت فيها بالباطل والكذب في العداد بتاع العربية، كسبت منك 20,000 جنيه. أنت معرفتش واستخدمت العربية وأنت مرضي، وانا طالع مبتسم ابتسامة الخبيث كده، ورحنا عند ربنا وما كنتش انا تبت ولا استسمحتك. يجي ربنا يقول: وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. تفاجأ ان في ناس ليها حقوق على ناس كذبوا عليهم في الدنيا. دي فضيحة
الواحد يا رب ما يكون من أهلها يوم القيامة. الشيء الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد الفضيحة في رسالته إلى الكاذب حذر منه هو الوهم. إن الشخص الكاذب العلماء بيقولوا من كتر الكذب بيبدأ يصدق نفسه، وربنا قالها في القرآن. الظاهر الناس ما بتقولش للكذاب أنت كذاب، بيعرفوا أنه كذاب كده فبيعرضوا عنه، بس ما حدش بيقوله على فكرة أنت كذاب، نادرا ما ده بيحصل، لكن بتشيلها في قلبك كده وتعرف ان ده مش محل ثقه، فيبدا يفتكر ان الناس مصدقاه. وربك يقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. شوف لما ربنا يقول المؤمنين عارفين ان هم بيكذبوا، وربنا يعلم ان هم بيكذبوا، وهم الوحيدين اللي مش واخدين بالهم وما يشعرون، لدرجه ان يروح يوم القيامه عند ربنا وربنا يقول حاجة أنت ما تتوقع أنها ممكن تحصل بكرة. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. تصور واحد يوم القيامة والجنة موجودة والنار والأنبياء وربنا والملائكة، واحد بيقول ربنا والله كنت بصلي، يا نهار أبيض، ما انت ما كنتش بتصلي وربنا يعلم والملائكة كاتبين وكتبك بين إيديك. فيحلفون له والله ما عبدت إله غيرك كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. إيه الوهم ده اللي عاش فيه وبعث فيه؟ عشان كده كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين في رسالته إلى الكاذب ارجع واتكل علي في أي رزق أنت عايزه هجيبه لك لغاية عندك، بس ما تكذبش. في أي ضر أنت عايز تبعده عنك اتكل علي وما تكذبش، وأنا هحميك من نفسك ومن غيرك. اتكل علي وما تأذيش حد بالكذب عشان أحميك من أن حد يأذيك برضو بالكذب. رسالة الله للكذب حازمة لكنها في منتهى الحنان. الكذب هو نوع من تشويه الحقيقة، يعني الشخص اللي بيكذب ده بيبقى عنده اضطراب ما بين الحقيقة والواقع، ما بين الواقع أقصد والوهم. أنا بيجيلي ناس طبعا عندها يعني يكاد يصل لمرحلة الكذب، يعني في ناس بتكذب عشان تجمل، عشان ينال حظوة، ينال مكسب سريع، والموضوع ده طعمه حلو قوي، انه يعني بيجيب لك مكسب في ساعتها، عارف اني لا اكذب ولكني اتجمل، انا بعامل زوجتي كويس قوي، انا بعامل اخواتي، ده انا اكتر واحد بيجتهد في الشغل، انا بشتغل 12 ساعة في اليوم، انا كان المفروض ومن ثم كان المفروض استاهل الترقية. فنوع من التجميل الواقع وتجميل صورته قدام الآخر عشان ينال حظوة، وقد تكون الحظوة دي طبعا بطبيعة الحال مش من حقه، وغالبا بيبقى ورا المجمل ده إحساس بالنقص هو محتاج يعوضه من خلال الكذب. في كذب تاني بيجي له بتعرض له هو كذب الحماية، وده بيبان من وإحنا صغيرين، فكرة أنت عملت العمل، لا مين اللي خد الموضوع ده؟ مش أنا. مين اللي خبط العربية؟ مش أنا. عشان يفلت من العقاب، نوع من الحماية. وفي كذب برضو دارج جدا بيحصل هو جذب الانتباه، احنا بنسميه فشر، بنسميه مبالغة، يكون موقف حصل معك فتديله حتة زيادة، أو حاجة تكون شفتها في فيلم وتحطها في صورة الواقع عشان تضحك أصحابك فتجذب نوع من الانتباه. نهاية الكذب بالنسبة لي بيحصل معاه حاجة مهمة قوي، وأغلب الكذابين كده بالفعل بيبقى مفقوس من أغلب اللي حواليه، محدش بيواجهه، محدش بيستجري يقوله أنت كذاب إلا يعني من رحم ربي، فبيبقى عايش في بالونة كل اللي حواليه واخد باله إن هو مفقوس إلا هو. حاجة تانية بقى لو هو كذاب شاطر، ودي بتبقى كارثة، بيتقن مهارات الحبكة، فبيفضل يجود في الكذبة يجود في الكذبة ويكبرها وياخد باله ويبقى عارف، وده طبعا بيحصل له يعني يصل لدرجة مرضية، بيبني بالونة كبيرة قوي ممكن تنفجر في أي لحظة، والراجل ده بيبقى عايش ليل نهار مهدد، لأن الكذبة فيها سبايرال إفكت، نوع من الشكل الحلزوني اللي بيقعد يتصاعد لحد ما تفلت منك وتكبر قوي وما تبقاش عارف تسيطر عليها. في كتاب عايز ارشحه اسمه Leadership and Self-Deception بتاع مؤسسة اسمها Arbinger Institute، هي مجموعة مؤلفين ومحللين وعلماء نفس،
الكتاب ده بيتكلم على ازاي الانسان ممكن بصورة مركبة وتدريجية يبتدي يخدع نفسه لحد ما يصدقها ويبقى عايش شخصية مش شخصيته تماما، حياة مش حياته، نوع من الوهم ديلوجن كده، لحد ما يفاجأ كده بالواقع المرير ده يهدم له المعبد ده كله. طيب ايه المطلوب من ربنا في رسالته الى الكاذب؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا حاجتين مهمين جدا في القرآن عشان نعيش نكتب عند الله صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعمل إيه يا رب؟ قال لك أول حاجة الشفافية. الشفافية دي كلمة شيك قوي، واللي بيتصف بيها بيعرف يبني علاقات وثيقة وعميقة مع الناس، ودي صفة الأنبياء. بس أصلا الصدق صفة ربنا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فالصالحين بيتخلقوا بأخلاق الله وبيبحثوا عن دقة الصدق، فأقوالهم تتمشى مع أفعالهم، وأفعالهم تتمشى مع الواقع، وأقوالهم تتمشى مع ما في صدورهم من مشاعر. ما بيكذبوش حتى في مشاعرهم الصادقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أيوة هم دول. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه أمتي يعطون ويأخذون ويقضون بالحق. يعطي بالحق، ما يضحكش على حد وهو بيبيع ويشتري في العطاء لو كان هو بائع. ويأخذ بالحق، بياخد حقه بالحق، مش بياخد بالكذب عشان ياخد زيادة. ويقضون، هم بيحلوا المشاكل وهم بيتخانقوا مع حد عندهم إنصاف، وقاف عند حدود الله. لما يدرك أنه هو غلطان يحصلوا حالة من التوقف. الصدق والحق ينصره. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سيدنا النبي قال هذه أمتي، وكأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيشاور وبيقول أنا عايزكم تكونوا دول اللي ربنا ذكرهم في رسالته، إن من الناس مجموعة الصادقين. هم دول، هم دول اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم الحديث اللي انت حافظه، قال وإن الصدق يهدي إلى البر. البر يعني كل خير. الشخص لما بيكون صادق أولا ما بيعرفش في حياته إلا الناس المحترمة، الناس اللي مش كويسة بتبعد عنه، وهو بيبعد عن الناس اللي مش كويسة، فتتفتح أبواب الخير اللي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة من معرفة الناس المحترمة لأنه صادق. إن الصدق يهدي إلى البر، ماله بيبقى حلال. وأكثر البر في هذه الدنيا بعد التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى، إن جسمك ده ينبت من حلال. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. ده اللي بيسموه إنك تشتغل على نفسك في الصدق، إنك أنت تبدأ كل حاجة تطلع من بقك تطابق الواقع، سواء واقع الأفعال أو واقع ما في القلب. اللي في قلبي مش ببالغ. حتى الصادقين الصالحين لما بيجوا يجاملوا مجاملة بيبقى مجاملتهم صادقة، ما بيبقاش بيجامل مجاملة فيها نفاق وكذب، إنما مجاملات صادقة، ويشكر في الصفات الحلوة اللي في الناس بطريقة كده تخلي الناس حتى تصدقه، ما تحسسش الناس إنه منافق في مبالغاته في المجاملة، لأنه بيجامل باللي في قلبه صادق. وإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل أو المرأة يصدق ويتحرى الصدق، عمال يتطور حتى يكتب عند الله في منزلة أبو بكر الصديق، يكتب عند الله صديقة. في ناس ما كانوش بيعبدوا ربنا زي أبو بكر الصديق، ولا بذلوا زي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عندهم شرف الصحبة، لكنهم سيبعثوا في ركاب الصديقية سيدنا أبو بكر الصديق بسبب أنهم كانوا صادقين وعندهم شفافية. الكذب ده الكذابين أول طريق المذنبين، أصل الأفات والموبقات والمهلكات دنيا ودين. الصدق دايما طوق نجاة، ما يجيبش غير الخير معاه. عمر اللي عاش وياه متى، ولا عمره يوم يحني الجبين. وفي كل آيات الكتاب
الكدب دايما باب عذاب، ويا بخت من في الدنيا تاب ومش في طريق الصادقين. اكدب عشان مين ولا ايه؟ وربنا لوحده بيديه، كل اللي ممكن اخاف عليه رزقي وعمري مكتوبين. الوصية التانية من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الكاذب في القرآن بعد الشفافية، قالوا النبل والشجاعة حين لا ينجيك إلا الكذب. يعني إيه؟ تعرف تعريف الصدق إيه؟ الصدق أن تقول الحق حين لا ينجيك إلا الكذب، ساعتها يبقى ده الصدق. ربنا طلب مننا كده، تبقى إنسان نبيل شجاع، وقت ما تتحط في ضيقه برضو مش هكذب لأن الله مطلع علي. وحكالنا ربنا قصتين في القرآن في رسالته عن الصدق وهو بيكلم الشخص الكاذب، تخليك تقول إيه؟ لا أنا هراجع نفسي، أنا عايز أبقى إيه شبه القصتين دول. القصة الأولى قصة سيدنا موسى. سيدنا موسى لما ربنا أوحاله وإذ نادى ربك موسى، سورة الشعراء، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، عايز هارون معايا، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون لأني قتلت منهم واحد بالخطأ زمان. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. راح سيدنا موسى بالكلام ده، هو بيقول لربنا أنا يا رب عندي خوف إن أنا يقتلوني لأن أنا قتلت منهم واحد غصب عني زمان في القصة الشهيرة. فربنا قال له روح وأنا معاك. ورب أنا خايف إن هم يكذبوني، قال له روح وأنا معاك. شايف الحوار الحنين بين العبد وربه، راح سيدنا موسى وهذه المخاوف التي ذكرها الله كانت في صدره، قال له اذهب وأنا معاك. فأول ما دخل على فرعون وبيقول له إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، حب فرعون بالمصري كده يقوم إيه يقود الحوار، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ده أنت أنا مربيك في بيتي، ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، مش عايزين نتكلم، وفعلت فعلتك التي فعلت من الكافرين. دي لحظة، مش بتكلم على سيدنا موسى، علينا احنا بقى، لحظة يكذب فيها الإنسان لأنه ارتبك ومخاوفه اللي كانت جواه ظهرت وقدام الناس والملك بيسأله. سيدنا موسى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني عملتها غلط وأنا مش قاصد، وربنا يرفع عن الناس أي شيء عملوه ما مش قاصدين، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال فعلتها، مش هكذب، فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. صدق في وقت لا ينجيك فيه إلا الكذب. قصة تانية اللي ربنا حكاها لنا قصة امرأة العزيز في آخر عمرها، يوم ما تابت من الكذب واتحطت في موضع كانت ممكن تكسب فيه تاني احترام المجتمع وتصديق المجتمع، لكن ربنا هداها للصدق، وممكن تكون فقدت منظرها قدام المجتمع لكنها كسبت رضا ربنا سبحانه وتعالى. وشوف انت احساسك تجاه امرأة العزيز في آخر القصة وقت ما قالت الصدق، واحساسك في أول القصة وقت ما كذبت واتهمت سيدنا يوسف بالباطل. وقت ما سيدنا يوسف العزيز قال له اطلع من السجن، قال له مش هطلع إلا لما براءتي تبان، انده الستات تسألهم عني الأول. قال ما خطبكن؟ العزيز بيسأل. إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ده كان إنسان كويس وما غلطش. قالت امرأة العزيز، بص بقى سيل الصدق والسكينة اللي هتنزل على قلبك، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. حصحص يعني ظهر، هو مغلطش وأنا اللي غلط وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. شايف المشهد ده وانت بتحترم امرأة العزيز عكس مشهد سقوطها من عينك وقت ما هي اتهمت سيدنا يوسف الصديق في شرفه وأذته، ودلوقتي هي بتتوب لربنا وبتتختم القصة بمشهد نبيل قوي وشجاع ليها حين لا ينجيها إلا الكذب.
أهو ربنا في رسالته للكاذب عايزك تبقى في الصورة الجميلة دي. دي كانت خلاصة رسالة ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الجميل الكريم السهل الواضح اللي داخل في بيوتنا وبيحلل شخصياتنا وبيشرح لنا فين نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. بس نفتحه بعقلية المتأمل الباحث عن الرسالة من الله. كل يوم هتلاقي نفسك بترتقي في خلق من الأخلاق وبتسترد إنسانيتك ورحمتك وقوتك وحبك وعدلك. ولكن خلينا نتربى على رسالة كل يوم من الله في المدرسة القرآنية. هذا القرآن كان وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد أن جعلتنا من أهل القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي علمنا كل خير. اللهم أصلح بقدرتك ما فسد منا، وهب لنا يا مولانا من معالي الأخلاق، ومتعنا بهدي صالح لا نستبدل به أي شيء، وطريقة حق لا نزيغ عنها، وأصلحنا اللهم بكرمك، وداونا بصنعك. اللهم إن كان جرمنا قد أخافنا من عقوبتك، فإن رجاءنا قد أشعرنا بالأمن من نقمتك، وإن كانت ذنوبنا قد عرضتنا لعقابك، فقد دفعنا إليك حسن ثقتنا بغفرانك. فاللهم لا تبتلينا أبدا بداء الكذب، فإنه هم حتى نتوب منه، ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك يا رب. اللهم لا تفتنا بالاستعانة بما يغضبك عنا إذا اضطررنا، ولا بالخضوع للمكر والخديعة إذا طمعنا. اللهم وأنطق ألسنتنا بما تحب، واصرف من قولنا ما يستجلب غضبك، واختم لنا حياتنا بصالح الأعمال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدنا، وتفرج بها كربتنا، وتنقذنا بها من عثرتنا يا مولى الموالي يا الله.